في رجال بطبعها بتختفي وتعود في العلاقة، يعني ممكن يغيب له فترة كده وتلاقيه راجع، وده مش معناه أي حاجة، هو طبعه كده. في نهاية الحلقة بعد ما نخلص هنقولك إزاي ممكن تتصرفي، والحل الأنسب تتعاملي بيه لو كانت مرتبطة يعني برجل من الرجال دي. سريعا برحب بيكم وبدعو اللي مشتركش في القناة إن هو يشترك، وتعالوا بينا نبتدي بالترتيب من المركز الـ12. هنلاقي معانا رجل برج العذراء. الرجل ده ما فيهوش الصفة دي، ويوم ما يكرر ان هو يرحل زيه زي الانثى كده يبقى جاب اخره، وصعب رجوعه وصعب عودته، عشان كده هو خارج نطاق حلقتنا بالمرة. اعلى منه في المركز الـ11 رجل برج الجدي، شريكه واخوه في الطبيعة الترابية نفس الفلسفة تقريبا، برضه يتحمل ويشيل ويصبر للاخر، ورحيله دائما بيكون رحيل لمرة واحدة، يعني مفيش مرة تانية عشان نقولك ان هو، او نقولك بقى ان هو بيرحل اكتر من مرة. نوصل للمركز العاشر، يشاركهم ايضا رجل برج الحوت، رغم ان هو ممكن يكتئب بسهولة، ورغم ان هو حساس واي حاجة ممكن تأثر فيه، ولكن صراحة مش طبعه ان هو يعود ويختفي ويحيرك معاه ويخليك تسألي هو فين، ما سألش ليه، طب هيرجع ولا لا. إذن التلات رجال دول بعيدين كل البعد عن موضوع حلقتنا، ولكن تذكروا إن دايما لكل قاعدة في الدنيا استثناءات، ولكن ده بينطبق على أكتر من 95% من مواليد الأبراج دي. الصعود، وهندخل في منطقة وسطى، وخلوني كالعادة أقول لكم لو شايفين الحلقة مفيدة يا ريت تدوسوا لايك توصل لبقية أصدقائنا، وشيروا على قد ما تقدروا. إذن هندخل في منطقة وسطى في المركز التاسع، معانا رجل برج القوس. يعني رجل برج القوس مش من الرجال اللي تختفي، وإذا اختفت بيكون فترة قصيرة، يعني ساعتين ثلاثة نص يوم آخره يوم بالكتير، ما عندوش صبر إن هو يكون بيحب أو متعلق بحد ويختفي، عكس رجال القمة حتى لو بيحبك أو بيموت فيكي لازم يفصل ويروح شوية مع نفسه كده وبعدين يرجع تاني. في المركز التاسع نوصل لرجل أعلى من كل الرجال دي في النقطة دي، وهو رجل برج العقرب. ممكن إذا اختفى رجل برج العقرب يكون قاصد يعذبك، يشوقك شوية، يخلي يولع النار فيك شوية، يخليك تسألي وتضربي علامات استفهام كتير مش لاقية لها يعني إجابة. يعني غالبا يا محمد أبو زيد رجل برج العذراء لما يختفي بيكون قاصد بنسبة 99%، بيكون قاصد، والطريقة دي ناجحة مع رجل برج العقرب، بيعرف إن هو يجيد فيها. ندخل في الجد، نعلى نوصل للمركز السابع مع رجل آخر، وبدأنا بقى نحس ونلمس موضوع حلقتنا، هو رجل برج السرطان، راجع لتقلب موده السريع جدا وحالته المزاجية المتغيرة جدا. وأي أنثى بقى من بداية السرطان كده مرتبطة برجل من الرجال دي لازم هيعذبها بالغياب وبالتجاهل شوية وبالتطنيش شويتين، وما يردش على الرسائل ويشوف المسج ويتأخر في الرد، كل ده عادي، ويقفل الأكاونت شوية ويفتحه شوية، وشوية يبقى حلو شوية يبقى وحش، كل ده وارد مع رجل برج السرطان. موضوع حلقتنا حرفيا الله يكون في عونك كأنثى، بداية من رجل برج الطور، قفل خلاص، الشوارع كلها قفلت والأبواب كلها اتقفلت. رجل برج الثور بيجي معانا في المركز السادس عشان يجي من رجال الأبراج المزعجة جدا في الموضوع ده، أحيانا ما تلاقوش، وأحيانا تلاقيه، وأحيانا يكبر الموضوع على أتفه الأشياء، وأحيانا أنت مالكي الذنب، ويعني العيشة بتبقى غلب شوية معاه في النقطة دي، بس هو فيه مميزات يعني. ولكن لو أنثى بقى بتحب الاهتمام قوي وعايزة شريك حياتها طول الوقت معاها، لما توصل لرجل برج الثور تلاقي فيه مشاكل في الحتة دي، عشان كده لازم تفهم طباعه. وانا هقول في النهاية ايه الحل مع رجال الابراج دي لو حظك يعني وقع في واحد منهم. نعلى اكتر نوصل للمركز الخامس، اقوى واشد واسرع واكتر طبعا من كل رجال الابراج دي، هو رجل برج الميزان الهوائي. الهوائي اللي مش ثابت طبعا. رجل برج الميزان من اكتر رجال الابراج اللي انت ممكن تختفي وترجع وتروح وتظهر وتلاقيها وما تلاقيهاش، الجوكر بتاع الابراج كلها
طبيعي جدا ومنطقي جدا، ولكن رجل برج الميزان وكل الابراج دي مش زي صاحب المركز الرابع. ما هو احنا دلوقتي بقى معانا رباعي خط النار، رباعي القمة في حلقة النهاردة. اشد 3 رجال في الموضوع ده رجل برج الاسد، بيجي معانا في المركز الرابع. هل رجل برج الاسد فيه الفلسفة دي؟ شور اوف كورس، بالتأكيد طبعا، وهتلمسيها قوي مبكرا في بداية علاقتك معاه، مش هتحتاجي وقت كمان. يعني الأسد من الرجال اللي ممكن تزعجك شوية رغم كل المميزات اللي فيها، تزعجك في النقطة دي إذا كان ده وضع رجل برج الأسد اللي بيجي في المركز الرابع، ما بالكم بالمركز الثالث؟ حد توقع المركز الأول؟ اكتبوا لنا كده في التعليقات، لأن أنا بقرأ كل تعليقاتكم. تتوقعي مين هيجي معانا في المركز الأول؟ في المركز الثالث خلاص بقى، ده ملموسة ويعني في دمه، بتجري في دمه عملية الاختفاء والظهور والابتعاد والقرب، هو رجل برج الجوزاء اللي بيجي في المركز التالت. تقلب مزاج سريع، تقلب مود سريع، طبيعة هوائية سريعة، وأشياء كتير عشان ما أطولش عليكم تجعل هذا الرجل يجي في المركز العالي أوي، المتقدم أوي، المركز التالت في حلقة النهاردة، على رأس أو يعتبر من الأبراج القمة طبعا في حلقة النهاردة. كل الأبراج دي مش زي برج الحمل اللي بيجي في المركز التاني، وإن كان الفرق صراحة بينه وبين رجل برج الجوزاء مش كبير قوي، إنما الحمل أنا قلتها قبل كده ما عندوش بين البنين. يعني رجل برج الحمل وامرأة برج الحمل كمان، يا يهتم قوي يا يطنش قوي، يا يهتم قوي يا يتجاهل قوي، يا يقرب قوي يا يبعد قوي. حتى لو احنا في علاقة هو بيحب يفصل فترة كده مع نفسه، بيحب، وتلاقيها واضحة قوي الأنثى اللي تقرب منه أو في العلاقة بتلمس النقطة دي. عشان كده الإفادة من حلقة النهاردة حاجتين، ما تظلموش أبراج القمة قوي، ويفهموا في النهاية كنساء إزاي تتعاملوا معاهم. المركز الأول بقى معانا في حلقة النهاردة اللي بيجي على رأس الأبراج دي كلها، يعني هو ده اللي يدرس منهج الاختفاء والابتعاد والقرب والبعد. أكيد كلنا دلوقتي عرفناه، هو رجل برج الدلو الهوائي، بيتصدر رجال الأبراج كلها بلا منازع أو منافس، ولا أحد يجرؤ على منازعته أبدا في هذا الموضوع. وبيجي في المركز الأول رجل برج الدلو الهوائي، متعب كتير جدا او لكتير جدا من الاناث بسبب النقطة دي، او من الاسباب القوية في توتر العلاقة النقطة دي، خاصة بقى اما تبقى انثى زي انثى الحوت او انثى برج العقرب، او الاناث اللي هي بتحب اهتمام كتير دي وبتحب بقاء الشريك دايما لجانبها. ورجل برج الدلو طبعا هوائي وماشي حسب هواه طبعا، وبتكون مشكلة ممكن تصادف النساء دي. طيب الحل بقى نعمل ايه لو احنا مرتبطين برجل من الرجال دي، وايه الحل الانسب والافضل؟ والله انت مادام عرفتي ان دي طباعه لازم تتقبليه، لانه مش هيقدر يغيرها. واذا انت قعدت تزني عليه وتقوله بتعمل كده ليه وما تعملش، هيتغير فترة بسيطة وهيرجع تاني، وبالعكس ممكن يجي نتائج عكسية، يحس ان انت خانقاه وعاملة لود وضغط قوي عليه، لان دي في طباعه وفطرته مش هيقدر يغيرها. صعب جدا، زي بنوتة رومانسية ما اقدرش اقول لها بطلي رومانسية وهكذا، يعني زي واحد بخيل ما اقدرش اقول له خليك كريم، واحد كريم ما اقدرش اقول له خليك بخيل. في صفات كده في الدم في الجينات ما نقدرش نغيرها. نتفهم ده، وانت كأنثى تكوني ذكية وتتقبلي ده، وما تفسرهوش على انه يعني ما بيحبكيش او تغير معاكي، هي طباعه كده. والهدف من حلقة زي دي ان هي تحط لنا خطوط عريضة او ممكن نمشي عليها في علاقتنا في الموضوع ده. اكتبوا لي وراكم في الحلقة دي. الجديد يا ريت يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. الانستجرام، الفيسبوك، قناتنا التانية فضفضة والكرة، كل الروابط دي في وصف الفيديو اول تعليق، اشتركوا وانضموا لنا. واي صفحة تانية على الفيسبوك غير محمد ابو زيد نصابة يعملوا لها بلوك ما تصدقوهاش، واصدقائنا اللي بيبعتوا لي وبتأخر في الرد عليهم، كل رسائلكم بتوصلني وبفهم مفادها ايه، وبنعمل حلقات زي دي وبنقدر من خلالها ان احنا نجاوب على الجميع بشكل عام. وهرد عليكم ان شاء الله عاجلا ام اجلا، والى اللقاء.